براحتك. تفتكر ليه؟ عشان مانشستر اكيد. تفتكر ليه يا اخي؟ عشان رونالدو. يعني اخي يعني اول مره يتقابل واحنا مبسوطين. رونالدو. شفت بقى رونالدو. احكي لي احساسك النهارده وانت بتتفرج على المباراه دي، بتتفرج على ماجواير. انا لسه كنت كان بيتفرج معايا اصلا. بعيد عن ماجواير يعني. بص اصلا السؤال ده بعيد عن ماجواير. خدته بالسما رحت هوبا. خد بقى ماجواير. لسه كنت بتكلم مع فوزي قبل ما ندخل حتى، بقول له الجون او الاجوان اللي جابه رونالدو مش بس ان هو بيسجل، لا هو انت بتفتكر لما كان بيسجل شبهها في 2007 وفي 2008 و2006 كنت انت بتحس بايه؟ طلعت قصه مميزه عايز تحكيها. يعني لاعب حد صغير، انت شخص رونالدو النهارده بيسجل هاتريك مع مانشستر، ثاني هاتريك لي. فانا افتكرت اول هاتريك انا كنت فين؟ كان عندي امتحان 14 سنه. في 2008 12 يناير 2008 14 سنه وشهرين بالظبط. كنت انا راجع من المدرسه عادي، وطلعت بعد امتحان وطلعت اتفرجت على ماتش مانشستر عادي. فانت بتتكلم وانت على فرق السنين والحاجات اللي انت شفتها بتغير. نعم خلاص القصه كده خلصت. هو كان جاي من المدرسه عادي بيتفرج على الماتش، فاللي انا كنت برضه مستنيه يقول لي كنت فين؟ راجع من المدرسه اتفرجت على الماتش. ذكريات يا اخي. تمام. ايوه هو يقصد انه تخيل هو من المدرسه لحد دلوقتي بيتفرج على ال لا ذكريات كتير اكتر من انه بيسجل. اه شفت كريستيانو. بس كريستيانو بيعجز. احنا اللي بنعجز. كريستيانو بيعجز. اداء مدهش النهارده. صح. مثالي في كل شيء. ده يجي في الوقت انه الهجوم كبير على كريستيانو، او بعض الناس تقلل من كريستيانو، وانت ليه رحت مانشستر وانت ما بتقدمش ليه مستوى مع مانشستر؟ هو هداف الفرقه دلوقتي، بينافس مش بينافس يعني بينافس على المركز الثاني في الهدافين في البريمير ليج، ارقام مش طبيعيه. وانت بتلعب في البريمير ليج كمان، انت مش بتلعب في الدوري الايطالي بالظبط. لا رونالدو بيقدم طبيعي ان المستوى ما يكونش المستوى اللي كان بيقدمه مع ريال مدريد في 2015 و16 و17 37 سنه. ده منطقي جدا. ولكن هو رونالدو ليه مواقف معينه لما بيتحط فيها هيسجل، حطه في المواقف دي ولما يضيع تبدا تحاسب او تبدا تقول هو ليه ما بيعملش كده. رونالدو في اوقات كان بيظهر فيها ان هو واقع بدنيا، او بيظهر ان هو عنده مشاكل في انهاء الفرص، ولكن لا في حاجات واضحه جدا رونالدو بيتحط فيها بيسجل. النهارده يونايتد بيسجل تاني مره من ضربه ثابته من اول الموسم اصلا. الاولانيه كانت من كام ماتش، فقبل كده ما كانش فيه ده بيحصل. اللعب التاب ان اللي هي الكره بالعرض، رونالدو بيتحرك في مكان عشان يحطها جول، دي ما حصلتش بقالها كتير جدا، قعدت مره او اتنين في الموسم كله. الجون الاول هو جون تجلي من رونالدو اللي هو رونالدو بتاع زمان، عشان كده جون شوطه من بعيد وجون من تاب ان وجون بدماغه، ده تيبيكال هاتريك رونالدو اللي كان بيجيبه قبل كده. فهو بيقدم يعني في رايي مباراه مثاليه، مش بس عشان الاجوان، تحركاته وخروجه والفريق بيخرج بالكوره وازاي بيرجع حتى يدافع، وده اتكلم عنه كمان رانجنيك بعد الماتش، فهي مثاليه 90 دقيقه مثاليه. عايز اقول حاجه في الموضوع بتاع كريستيانو؟ لا طبعا انا مبسوط اولا ليكم انتوا اخيرا فرحتوا يعني. مبسوط راجل كان قاعد جنبي كل ماتش الاقيه قاعد بيتفرج وهو متضايق، فيعني اخيرا اتبسط النهارده طبعا قلب الدنيا. لا ومبسوط لكريستيانو طبعا الصراحه، يعني انا من محبي كريستيانو رونالدو طبعا، يعني مفيش حد بيحب الكوره اعتقد مش هيحب كريستيانو رونالدو. وتهاجم الفتره الاخيره وتقال لك ان هو لا بقى منتهي وبتاع، مع ان انا بشوف ان المنتهي دي تتقال على حته واحد كبير في السن لما يكون مش قادر يستلم مش قادر يجري، لكن هو ما تتقالش عليه عشان ضاع فرصه سهله. ممكن تعالى ممكن تعالى راشفورد مثلا، الراجل ده ما بداش لسه. بس يعني يعني انا فاهم تعالى راشفورد مثلا ما حدش هيستلم. واحد زي ماجواير انا كنت لسه جاي له على ماجواير. انا اهو انا عايز افضفض معاه. اكمل بينا وبين بعض براحتكم، خدوا وقتكم. عشان بتحب كريستيانو رونالدو زي لانه كان بيلعب في النادي اللي بينافسك. مين؟ بنفيكا. هو كان بيلعب في سبورتنج لشبونه. لا ملحقتش ما شفتوش اصلا في سبورتنج زمان. هو نفسه ملحقش وبعدين سبورتنج عمره ما نافسنا. انا دايما كل ما احمد يبقى معايا لازم ادي الافيده ان احنا معانا المشجع المصري الوحيد. ربما يكون المصري الوحيد اللي بيشجع بنفيكا في اوروبا. بس يعني انت بتشجع مين يا احمد؟ انا بشجع بنفيكا. بس معلش يعني برضو لما تتكلم معايا انت بتشجع ريال مدريد. انا كسبتك 5 في نهائي. مش فاكره 63. ولا حد فاكره ولا هو ده اللي انت فاكره. بس مش فاكر كريستيانو كان في سبورتنج. تكسبني بقى 5 في نهائي دوري الابطال بعد كده يبقى احنا خلصين نتصافى على طول. بعد كده ما تتكلمش معايا. الكوره انتهت بينا. عامل ايه مع ماجواير؟ عشان الموضوع صعب قوي. بص هو فراين ماجواير السنه اللي فاتت اغلى مدافع. هو اغلى مدافع في العالم طبعا. اغلى مدافع في العالم. كلام فاضي يعني. هو لا يستحق كده لا دلوقتي ولا كان السنه اللي فاتت لما كان كويس. ماجواير الموسم اللي فات عمل موسم كويس جدا. السنه دي هو من اول ماتش في الموسم لحد دلوقتي انا مش فاكر له ماتش كويس. يعني مش فاكر ان هو لعب ماتش كويس. كتبت تويتر النهارده ان هو كلل مجهوده النهارده ان هو جايب جول في نفسه. يعني كلل مجهوده في الموسم كله انه جاب جول في نفسه بقى كمان بالظبط. يعني المجهود السيء اللي عامله يمكن حتى قبل ماتش النهارده هو سكورد كده بيعمل تقييمات للاعيبه في كل ماتش. 7 من أسوأ 10 تقييمات لماجواير مع مانشستر ساعه ما جه في الموسم ده. طبعا النهارده هيبقى الثامن اكيد يعني. فلا هو بيقدم موسم كارثي جدا. يعني هو كان كويس جدا في اليورو، قبلها كان كويس مع مانشستر، ولما غاب في النهايه قبل نهايه الدوري الاوروبي بكذا ماتش كان غيابه ملحوظ. ولكن لا بيقدم موسم مش طبيعي يعني. كارثه بينتهي فيه لو فاضل له حاجه على ان هو بينهي فيه على نفسه يعني. كفايه
خلاص ما نعمل ايه. بس هو للاسف مش هيمشي لو انجليزي، فانجليزي هو قاعد يعني ممكن اكتفي ان هو ما يبقاش الكابتن يلعب ماتش وماتش لا، لكن يمشي ليه لازم ما استناهاش. انجليزي يا باشا.